وعلى هامش حفل اختتام الدورة الكروية الباهية فوت المنظمة من طرف جمعية راديوز بوهران، قدم أعضاء الجمعية واللاعبين القدامى للمنتخب الوطني بتكريم المؤسسة العسكرية وعلى رأسها قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق أحمد جاي صالح، نظير المجهودات المبذولة في المحافظة على استقرار وأمن البلاد. بمناسبة الطبعة 32 لجمعية رادياز، نشكرها على هذه الدعوة التي وجهتها لقيادة أركان الجيش، لقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لحضور هذا الحفل البهيج والذي يندرج في إطار تنمية الرياضة على مستوى ولاية وهران وجميع وعلى القطر الجزائري بصفة عامة، وهذا دفعا للحركة الشبانية للجزائر وحفاظا على الشباب الجزائري في تدعيم الرياضة الوطنية والحركة الرياضية الجزائرية. الحمد لله، شتوا الفرحة عند الشبان، شتوا الفرحة عند الفئات الصغرى. احنا دائما نبقى يعني نحارب الآفات الاجتماعية بهذه الدورات الكروية. اليوم كذلك حضور الجيش الوطني الشعبي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العسكرية كذلك للشباب الجزائري عبر حضورهم في هذا الحفل الكروي الجواري. احنا بالواجب تاعنا كجمعية راديوز وقدماء اللاعبين كرمنا الجيش الوطني الشعبي، وذلك للدور الكبير اللي يلعبوا فيه في خدمة الوطن وخدمة الشباب وكذلك حفاظ على الاستقرار.